منسق الأمانة العامة لقوارب 10 من أذار النائب السابق فارس السعيد اعتبر أن التعرض لفريق الام تي في سياسي بامتياز، وهو ناتج عن النشوة التي أعطاها حزب الله لبعض الناس بالتطاول على أملاك الغير، حتى وصلت بهم الوقاحة إلى التطاول على الجسم الصحفي. سعيد وإذ دعا في حديث إلى المركزية وزير الداخلية إلى توقيف المعتدين ووزير الإعلام إلى اتخاذ موقف لحماية الحريات الإعلامية، أشار إلى أن تكليف النائبين سمو أبي رمية وإميل رحمي هذا الملف من قبل بكركي تم منذ نحو أسبوع، وفي هذا الوقت حصلت حادثتان، مضيفا فليعلن انتهاء مهمتهما لنباشر نحن عملنا.